هل تعلم أن هناك دولة تقع في وسط أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وتعد أصغر دولة في العالم؟ كما تمتلك عملتها الخاصة التي لا يمكن استخدامها في أي مكان آخر خارج أراضيها. يا ترى ما هي هذه الدولة؟ دعونا نعود بالزمن إلى الوراء، إلى العام 1977، حينما أعلن المواطن الأمريكي جيمس سبيلمان عن قيام جمهورية فولتستين على أراضي مساحتها لا تتجاوز هكتارين ونصف، تقع بالقرب من دايتون نيفادا الأمريكية، وعين سبيلمان نفسه رئيساً للبلاد، كما عين صديقه كيفين بوف رئيساً للوزراء، ولم يتجاوز عدد سكان جمهورية فولتستين حينها 7 أشخاص، وبعد قيام الجمهورية ب3 سنوات حدث ما لم يكن بالحسبان، وهو انقلاب شنه رئيس الوزراء بوف على صديقه الرئيس، وقام بوف بتغيير اسم الجمهورية من فولتستين لمملكة إيدلشتاين وشراء أراضي مجاورة لتوسيع حدود مملكته. الرئيس كيفين بوف صاحب الزي العسكري والنظارات الكبيرة قام بجولة أوروبية بأواخر الثمانينات ليطالب الدول الأوروبية الاعتراف بمملكته، لكن مساعيه قوبلت بالرفض. ورب ضارة نافعة، فالجولة الأوروبية نجحت بجذب الانتباه لمملكة إيدلشتاين، فأعادت النشاط والنمو لأرجاء المملكة، وقرر بوف تغيير اسمها إلى مملكة زاريا. وفي عام 1995 وسع بوف حدود مملكته عبر شراء المزيد من الأراضي. وفي العام 1999 أعلن بوف عن تغيير الاسم مرة أخرى، هذه المرة تحت مسمى جمهورية مولوسيا، كما أعلن رسميا عن تشكيل الحكومة التي تبنت النظام الشيوعي حينها وتبنى إصلاحات اقتصادية ساهمت في ازدهار دولته. وفي عام 2000 استضافت مولوسيا الألعاب الأولمبية للدول المجهرية، وهي الدول الصغيرة التي لا يعترف باستقلالها دولياً، تماماً مثل جمهورية مولوسيا التي استضافت في العام نفسه المعرض العالمي للدول المجهرية. وفي عام 2003 وسعت مولوسيا أراضيها لتمتد إلى خارج حدودها، واشترت أراض في شمال كاليفورنيا وحولتها لأول مستعمرة لها باسم فارفالا. وفي عام 2006 شنت دولة مجهرية صغيرة تدعى مستلشتان حربا على جارتها مولوسيا استمرت لأسبوعين تقريبا، انتهت بانتصار مولوسيا بفضل جيشها الذي لا يتجاوز عدده 5 أشخاص. وفي عام 2007 هددت مولوسيا بالهجوم على ألمانيا دون معرفة الدوافع، كما تستمر بتهديد أمريكا بسبب التهديدات المتزايدة للبلاد من قبل الأمريكيين. أما أمريكا فهي تستمر بتجاهل مولوسيا لعدم اعترافها بوجودها. اليوم لا يتجاوز التعداد السكاني لمولوسيا 35 نسمة، ويشمل التعداد الحيوانات الأليفة التي تحظى بمكانة خاصة في البلاد، فمولوسيا تحتفل في 4 فبراير كل عام بيوم جاكي، وهو أول كلب تمت ولادته على أرض الجمهورية، كما تحتفل سنوياً بعيد الرئيس في 30 يوليو.